أمة الله، هل يجوز تسأل عن الجن المسلم وأحدهم يقول، من يقول هذا، ده عطية، هبة من الله عز وجل، وأنا لا أخذ مالا من أحد، وأنا لا أؤذي أحدا وهكذا، فهل يجوز شيخ الكريم الاستعانة بالجن المسلم حتى لو في العلاج بالخير دون مال، ويقولون بالقرآن والسنة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فجمهور أهل العلم على عدم جواز الاستعانة بالجن المسلم، وهناك من جوز الاستعانة بالجن المسلم إن كانت فيه فائدة مرجوة فجوز، لكن هذا الرأي أراه مرجوحا والله أعلم، هو اعتمد على نص عام من استطاع، يعني من التعاون تعاون على البر والتقوى، فاعتمد على هذا، لكن الآيات الأخرى ترد ذلك، ولا نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعان بجن مسلم. يعني هل استعان النبي عليه الصلاة والسلام بجن مسلم مثلا في غزواته أو في حروبه، أو استعان بجن مسلم فيما لما سحر له، أو استعان بجن مسلم في معرفة أخبار قريش؟ لا، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر.